نبقى في ذات الموضوع، وينضم إلينا مدير المرصد السوري حقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، هو معنا من القاهرة. رامي، ربما استمعت إلى ما قاله يعني جمعة كاش بأنه في نفي من قائد القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بأنه في أي استهداف، لكنه أشار جمعة كاش إلى شهود عيان يقول في قذيفتين خرجوا فعلا إلى هذه المناطق. أنتم روايتكم تقول انطلقت من مناطق نفوذ الميليشيات الإيرانية تحديدا، لو توضح لنا أكثر عن هذا الموضوع. نعم، مساء الخير من القاهرة، وأقول لك بأن النفي الأمريكي قال ينفي أن تكون القوات الأمريكية قد استهدفت، ولم ينفي سقوط قذائف في حقل العمر النفطي. هنا يوجد بشكل قطعي وبشكل واضح، وأنا قلت في نشرات سابقة على الحدث قد يصدر نفي أمريكي كي لا تتحمل الولايات المتحدة الأمريكية ثمن جرها إلى معركة قد لا تريدها الآن في منطقة شرق سوريا، وتحديدا في محافظة دير الزور، بعد أن باتت القوات والميليشيات الإيرانية قوية بشكل كبير جدا عند ضفاف الفرات الغربية، وبعد أن تغاضت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تدفق السلاح من العراق. ما حصل اليوم كان هناك بشكل قطعي غير قابل للنفي الأمريكي أو غير أمريكي، صاروخين انطلقا من الميادين باتجاه حقل العمر النفطي، وسقطا بالقرب من مساكن حقل العمر التي تبعد نحو 8 كيلومترات عن البيادين أو عن ضفاف الفرات الغربية. لذلك ينفي من ينفي، ولكن نحن نؤكد بشكل قطعي، وجاء على رسالة مراسلكم بأن هناك قذائف صاروخية، وقوات سوريا الديمقراطية اعترفت بهذه القذائف الصاروخية التي سقطت في حقل العمر النفطي. طيب، كنت أسأل أيضا على قرية علي سعيد في مناطق عملية السلام في ريف الحسكة تحديدا، وسقوط أتراك، يعني لو كانت أيضا معلومات توفرت لديك من رصدكم رامي. نعم، هناك كان يعني عملية هذه مستمرة، ولكن بالنسبة لسقوط أتراك من عدمه لا أستطيع التأكد، لا أستطيع التأكيد حتى اللحظة، لكن هناك قصف واشتباكات كانت في ريف رأس العين، عدا عن ما جرى في منطقة منبش وسقوط قتيلين من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بينهم وبين مجلس منبش العسكري. ولكن دعني أقول لك بأن الاستهداف للأتراك لا علاقة له بما جرى في حقل العمر النفطي. نعم. على الرغم من أننا يعني على يقين كامل بصورة أو بأخرى هناك توافق إيراني تركي داخل الأراضي السورية. طيب، حتى الآن ليست هناك خسائر بشرية، ولا أدري إذا كنت رصدت فعلا في خسائر بشرية أو لا. لا، بالنسبة للهجوم لا يوجد معلومات عن خسائر بشرية. نعم. بالنسبة للهجوم هو هجوم صاروخي، رسائل إيرانية ورسائل ميليشيات إيران على حقل العمر النفطي. طيب، قصد يعني رواية قصد تتوافق مع روايتكم بشكل أو بآخر، لكن من خبرتك لهذا الرصد تحديدا، دائما حينما الميليشيات المحسوبة على إيران تستهدف مواقع ومصالح أمريكية في العراق أو في سوريا دائما بيكون لها توظيف سياسي. الآن ما التوظيفات السياسية التي يمكن أن ترصدوها أنتم من استهداف في هذا التوقيت؟ نعم، يعني قد يكون هناك محاولة من قبل إيران وميليشياتها جر الولايات المتحدة الأمريكية لمعركة لا تريدها داخل الأراضي السورية. ونحن قلنا بأن الاستهداف الأمريكي الثاني والأول لم يكن في عمق الأراضي السورية أو في مناطق يتواجد فيها بشكل معلن قوات موالية لإيران، ميليشيات حشد الشعبي وآخرين كانت على الحدود السورية العراقية، لكن عندما يقصف حقل العمر النفطي هي رسائل إيرانية للولايات المتحدة الأمريكية. رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك رامي.